من أربيل مباشرة عبر الأقمار الصناعية ينضم لنا مراسل الأخبار الآن وسام يوسف. وسام أهلا بك، إلى أين وصلت الاشتباكات في محيط الزنجيري إلى الآن؟ ماذا جرى خلال الساعات القليلة الماضية بحسب ما وصلك من معلومات من هناك؟ نعم، ما يخص الاشتباكات التي جرت دورها هذا اليوم في محيط منطقة السجلي، كان هناك تعرض من قبل عناصر داعش، تعرض للقوات العراقية التي تتقدم إلى خط الشروع لكي تتهيأ لانطلاق المرحلة الرابعة التي كما يبدو أنها ستكون خلال ساعات قليلة قادمة، المرحلة الرابعة التي ستنهي تواجد داعش بالكامل في مدينة الموصل ستكون المرحلة الأخيرة. داعش حاول عرقلة تقدم القوات إلى خط الشروع وتهيئتها ونقل العتاد والأسلحة وإعادة الانتشار في محيط منطقة الزنجلي ومحيط الموصل القديمة أيضا، ولكن الاشتباكات استمرت تقريبا لما يقارب الساعتين أو ساعتين ونصف، لم يتمكن مقاتلو داعش من تحقيق أي شيء، بالعكس القوات العراقية قتلت الكثير من عناصر داعش كما أخبرنا عدد من الضباط. كانت نتيجة هذا التعرض لم العديد من القتلى من عناصر داعش التي كانوا متحصنين أو حاولوا نعم عرقلة تقدم القوات العراقية من جهة المستشفى الجمهوري المجمع الطبي. نعم طيب أشكرك إلى حد الآن على هذه المعلومات وسام يوسف مراسل الأخبار الآن، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من أربيل.